اللهم اقسم لنا من فعلنا، اللهم انتقم لنا من هدم المساجد، اللهم انتقم لنا من هدم المعاصي، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واخرجنا من بين ايديهم ظالمين غانمين، اللهم احفظ شبابنا المطاردين، واحفظ نساءنا يا رب العالمين، برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم شافي وعافي مرضانا، اللهم فك كل اسير واسيرا، اللهم ارجعهم الى اهلهم سالمين غانمين.